السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصعب تحديد عدد تطبيقات وأدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي بشكل دقيق، وذلك لعدة أسباب. أولا، تتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة وتظهر تطبيقات جديدة بشكل مستمر. ثانيا، لا يوجد تعريف محدد أو ضابط لما يعد تطبيق أو أداة للذكاء الاصطناعي أو منصة حتى. ثالثا، يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات والخدمات الموجودة حتى في المنصات. تجد عدد كثير من التطبيقات مما يجعل من الصعب تتبعها جميعا، ومع ذلك يمكن الحصول على فكرة تقريبية عن حجم صناعة الذكاء الاصطناعي من خلال بعض المصادر. تقدر شركة ستارت ستادي عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التجاري في جميع أنحاء العالم بمليون وخمسة وسبعين ألف تطبيق في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3.9 مليون تطبيق بحلول عام 2027. وتقدر شركة IDC حجم سوق البرمجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 1.37 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2027. بشكل عام، يمكن القول أن صناعة الذكاء الاصطناعي تنمو بمعدل سريع للغاية، وإن عدد تطبيقات وأدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكل مستمر في كل جوانب الحياة الاجتماعية والمهنية. إذن نحن أمامنا فرصة كبيرة كي نستثمر الذكاء الاصطناعي ماديا ومعنويا. لهذا علينا أن نجيب على هذه الأسئلة. أولا، كيف نعرف ما هي احتياجاتنا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ ثانيا، كيف نتعرف على هذه التطبيقات التي نتعامل معها ونصل إليها؟ ثالثا، كيف نستخدم هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي لنحقق غايتنا منها؟ رابعا وأخيرا، كيف نستثمر أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل نستفيد منها من حياتنا المهنية والاجتماعية وماديا ومعنويا؟ أولا، سوف نتعرف على أقدم وأكبر شركات العالمية التي تستحوذ على أكبر أرشيف للبيانات في العالم، إنها شركة جوجل، كلنا نعرفها. ونتعرف على أهم تطبيق في الذكاء الاصطناعي لديها، إنه تطبيق جيميناي. يعد تطبيق جيميناي تطبيقا سهل الممارسة والعمل معه، فهي عائلة من النماذج اللغوية الكبيرة متعددة الوسائل التي طورتها شركة جوجل. تم إصدار جيميناي في 6 ديسمبر من 2023 تباعا. وعائلة جيميناي تحتوي على واحد جيميناي إلترا وجيميناي برو وجيميناي نانو، إذن ثلاث تطبيقات. وقد عدت عائلة جيميناي منافسا قويا للشات جي بي تي. جيميناي هو نموذج كبير تم إنشاؤه بواسطة جوجل اي اي. أهم الطرق التي يمكن أن نستفيد منها من تطبيق جيميناي: أولا، يمكن الوصول إلى المعلومات ومعالجتها، وهذا ما سوف يتم التطبيق عليه الآن. فيمكننا الوصول إلى التطبيقات ونتعرف عليها ونتعرف على أهم الأعمال التي يمكن أن تقدمها لنا هذه التطبيقات. الشيء الآخر، توليد وتنسيق النصوص الإبداعية. فيمكن لجيميناي إنشاء نصوص تنسيقية، وسوف نرى كيف يمكن أن تنشئ لنا القطع النصوص وتنشئ لنا القصائد الشعرية وغيرها، والتعامل مع البريد الإلكتروني. ثالثا، المهمة الثالثة، الترجمة. يعد ترجمة جيميناي ترجمة قوية تساعدنا على الترتيب وتنسيق النص بشكل كامل، ليس مثل الترجمات السابقة عند جوجل. النقطة الرابعة، الإجابة على الأسئلة. اسأله ما تريد في أي ميدان من الميادين وسوف ترى أنه سوف يجيبك، ولكن عليك أن تنتبه إلى الإجابة والتعامل معها بحكمة. تعالوا معا نتعرف على موقع يشرح لنا، أو نموذج لغوي يشرح لنا بالتفصيل كيف نتعامل مع كل هذه التطبيقات بدون استثناء. نحن الآن أمام جوجل، كلياتنا عنا جوجل. ندخل على جوجل ونطلب تطبيق جيميناي. ما دخل جوجل تطبيق جيميناي، لاحظوا معي التطبيق الرسمي جيميناي جوجل، لأن جيميناي تابع على شركة جوجل، نفس الشركة. الآن لو قمت بالضغط على هذا التطبيق سوف يدخلك بشكل مباشر
إلى المحادثة مثل المحادثة الماضية. لهذا يجب أن تنتبه قبل أن تبدأ المحادثة على نقاط أساسية تقوم بالعمل عليها. يجب أن تكون معلوماتك مختصرة وضمن سياق محدد وصياغة جيدة، أي متناسبة مرتبة مع بعضها البعض. ثم حاول بعدها أن تحاور هذا التطبيق وتطلب منه أمثلة، وهذا ما سوف نطبقه الآن معا. إذن الآن سوف نطلب منه أن يقوم بشرح التطبيق الذي مر معنا. مر معنا تطبيق كولايفي، تطبيق جيد للأهداف، وهو بالقسم الثاني من تطبيقاتنا. طلبنا منه اشرح لي تطبيق الذكاء الاصطناعي جولايفي وطريقة تنزيل التطبيق وطريقة استخدامه. لاحظ معي الآن، فقط طلب منه اضغط. لاحظوا السرعة، السرعة في الاستجابة كبيرة جدا. قام بشرح لنا التطبيق، هو تطبيق بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم وإدارة المهام. الجميل في هذا التطبيق مجاني 100%، ما في شيء مدفوع غير الشات جي بي تي. الشات جي بي تي الإصدار 4 مدفوع. لاحظوا أعطانا أيضا ما هي ميزات هذا التطبيق، لاحظ طريقة تنزيله، لاحظ أعطانا الرابط هنا كيف تقوم بتنزيله، طريقة استخدام جولايفي، أنشئ حساب عن طريق جوجل مباشرة بطلب منك، ثم تقوم بتحديد الأهداف، حدد أهدافك تكون قابلة للقياس وتحقق في مجالات مختلفة، أنشئ عادات، حدد العادات التي تريد تنميتها أو كسرها، حدد المهام أو قوائم المهام التي تريد أن تقوم بها، متابعة تقدمك، راجع التقرير والإحصاءات، سوف يعطيك تقرير حتى تتابع هذا التقدم حتى تبقى تحفز نفسك. المشاركة يمكن تشاركه مع الأصدقاء. استخدم ميزات متقدمة من هذا التطبيق مثل الإشعار والنسخ الاحتياطية والبيانات. نصائح، ضع أهداف واقعية. لاحظوا معي كيف أعطاني تفصيل كامل عن هذا التطبيق، ولكن أنا وجدت أن هذا التطبيق لا يعطينا إلا 3 نسخ مجانية، 3 أهداف مجانية، ويطلب مننا بعدها أن نقوم بالدفع. الآن أطلب منه أعطني تطبيق آخر مشابه مجاني وباللغة العربية. لاحظوا الآن، بالتأكيد إليك بعض التطبيقات المجانية المشابهة والمتوفرة باللغة العربية. لاحظ باسر يعطيني هابيتيك، لاحظوا هذا تطبيق أيضا مر معنا من التطبيقات اللي مرينا عليها. لاحظوا كثير من التطبيقات مباشرة ويعطيك الروابط، حتى الآن لاحظ معي لم يعطيني الروابط. أنا ماذا أفعل في مثل هذه التطبيقات النماذج اللغوية؟ علي أن أعطيه دائما الأسئلة التي أحتاجها، أقل له يرجع إعطائي أو أعطيني معلش مباشرة، أعطني روابط التطبيقات السابقة. لاحظ مباشرة بشر يعطيني الروابط. لاحظوا معي كيف روابط التطبيقات، كيف أستطيع أدخل إلى التطبيقات بشكل عام. أي تطبيق ضع اسمه يعطيك ربطه، لأنه هو الرابط. أصلا جوجل هي التي تعرف كل المواقع وتعرف كل الروابط، كل شيء موجود عندها في شركة جوجل، والجيميناي هو من جوجل، من جوجل. وهذه النقطة التي أريد أن أنبه عليها، الجميل في جوجل أن جيميناي
جميل في استخدام اللغة العربية. لاحظوا يكتب باليمين إلى اليسار عكس شات جي بي تي. الشات جي بي تي يكتب من اليسار إلى اليمين. لذلك انتبه إذا أردت أن تستخدم التطبيق بالحوار نموذج لغوي استعمل جيميناي للغة العربية، وإذا أردت أن تستعمل اللغة الإنجليزية استعمل شات جي بي تي. هكذا يمكن أن تستفيد بشكل أكثر. ومن هنا يمكن أن نسأل أي أسئلة أخرى تساعدنا على هذه التطبيق، لأن التطبيقات تقبل الحوار. تعالوا نطلب منها أعطني مثال على التطبيق. أعطني إذا لاحظوا معي كتبنا له أعطني مثال عملي من الحياة على التطبيق السابق Go Live. أعطيني لنشوف شو عندك مثال. لاحظوا كيف لما بنسأل نحن نزداد تعمق في المعلومة، وهذا اللي نحتاجه. لاحظوا معي ما هي الخطوات. الهدف تحسين اللياقة. لاحظوا أعطاني مثال أثناء الهدف، حدد هدفا لتحسين اللياقة، وبدأ يعطيني شو المطلوب مني، حدد عادات. الآن لاحظ معي أعطاني أمثلة كاملة عن الموضوع. ومن هنا نستطيع إذن أن نتعرف على أي تطبيق هنا وكيفية تنزيله. أصبح لدينا هذا التطبيق له أهمية كبيرة، يساعدنا على معرفة التطبيقات الأخرى وكيفية التعامل معها وخاصة المجانية. أيضا يمكن أن نستفيد من جيميناي في التطبيقات النصية وترتيبها، ويمكن كما ذكرنا أن نستفيد منه بالشعر. تعالوا معا نطلب منه أن يعطينا قصيدة شعرية عن القمر. أرجو منك أن تعطيني قصيدة عن القمر. استعملنا النداء الصوتي وطلبنا منه أن يكتب لنا قصيدة عن القمر. القصيدة يقول فيها: في سماء صافية يزداد جمالا، القمر المنير يضيء كالنور الكامل، ببهائه يزين ليلنا وينعش أرواحنا ويملأها بالهدوء والسكينة. أشعته الفضية تلامس قلوبنا وتنير مشاعر الحب والحنين. القمر يا رفيق الليل الطويلة، أنت شاهد على أحلامنا وأسرارنا، تشاركنا أفراحنا وأحزاننا، وتبقى معنا دائما في كل وقت وحين. شكرا لك يا قمر على جمالك وبهائك، على ضوئك الذي ينير طريقنا، على وجودك الدائم في حياتنا. جرب مرة واكتب قصائد شعرية، اكتب نص، اكتب مقالة، يمكن أن يعطيك مقالة إذا يساعدك على النصوص. فهنا ترى أنه يستطيع أن يولد لك نصوص إبداعية حتى يساعدك في ترتيب الرسائل الإلكترونية، ويساعدك على ترتيب أفكارك. أي فكرة لديك أعطيه رسالة وسوف تجد أنه سوف يساعدك في هذا الميدان. لننتقل معا إلى الجزء الثالث وهو الترجمة. الحقيقة ترجمته جدا جيدة. لدي هنا عبارة عن نصائح للإمام الشافعي بآداب الخلاف، قصة قديمة. تعالوا معا نترجمها إلى اللغة العربية ونرى كيف أن هذه الوصية سوف تصبح باللغة الإنجليزية، وسوف أكتبها إن شاء الله لكم وأقدمها نسخ فقط. ثم ندخل إلى جيميناي، نكتب له نرجو أن تترجم إلى اللغة الإنجليزية. نضعها بين قوسين الكلام. الآن أغلقنا القوسين، طلبنا منه تفضل ترجم لي إياها إلى اللغة الإنجليزية. لاحظ معي أعطانا، لاحظوا النص كيف يتم الترجمة. آداب الخلاف، حكاية من زمن الإمام الشافعي. ترانسليت، الترجمة، إمام الشافعي. لاحظ كيف يعطينا الترجمة كاملة، ينقلها لنا من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية مع الضبط وعلامات الترقيم والتنسيق الكامل، حتى يعطينا بالأخير بعض النصائح أيضا في هذا الميدان. وبالنهاية مع حسن الأدب بتعامل معنا. يرجو إعلامي إذا كان لديك أي أسئلة أخرى. إذا لاحظنا كيف الترجمة القسم الثالث. أي شيء لديك تريد ترجمه، لديه ترجمة أكثر من 200 لغة. لهذا
ترجم واعمل مجانا في هذا الموضوع. وهذا يمكن أن يكون مشروع ترجمة، مشروع كتابة قصص مترجمة إلى من قصص العربية إلى الإنجليزي، أو بالعكس حتى يقوم بهذه المهام. المهمة الرابعة التي قد يقدمها لنا الإجابة عن أي سؤال تحتاجه، يمكن تسأله عن أي موضوع أحببت أن تستفسر عنه. مثلا أريد أن أسأله عن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والفرق بينهما. لاحظ مباشرة باشر يعطيني الذكاء الاصطناعي AI وتعلم الآلي، ما هو الفرق بينهما؟ باشر يعطيني الفرق بينهما. أي شيء عندك بعطيك إياه مباشرة بشكل مباشر. لاحظ الذكاء الاصطناعي AI هو فرع من علوم الكمبيوتر يتعامل مع إنشاء الذكاء الاصطناعي. يعرف الذكاء الاصطناعي على أنه القدرة على الآلة في أداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشريا، مثل التعلم وحل المشكلات واتخاذ القرارات. تعلم الآلي، لاحظ هو فرع من الذكاء الاصطناعي. يمكن أجهزة الكمبيوتر من التعامل مع البيانات دون الحاجة إلى برمجة صريحة. يتضمن تعلم الآلي خوارزميات تسمح للأنظمة بتحسين أدائها تلقائيا مع اكتساب المزيد كثير من الخبرات. إذا نلاحظ الآن استفدنا منه بأربعة تطبيقات. أنت يمكن أن توظف هذه التطبيقات في حياتك العملية، يمكن تستخدمه بالتسويق بمعرفة المستخدمين، ممكن تستخدمه في معرفة السوق ودراسة السوق، ممكن تستخدمه بإنشاء مشروعك تتعرف على مشروعك وتطور مشروعك، ممكن تعطيه الفرق ما هو المشروع المناسب لك. إذا لديك كثير من النقاط يمكن أن تستفيد منها بهذا. بشكل عام يمكن أن يكون جيميناي أداة قوية للمساعدة في المهام المختلفة التي تتطلب الوصول إلى المعلومات ومعالجتها بطريقة إبداعية، وكذلك الترجمة الكثير من اللغات. ومع ذلك هناك كثير من المهام لم نذكرها، ولكن ما زال جيميناي في حيز التطور والتحسين، وقد يكون بعض الأحيان قادر على أن يعطيك معلومات، ولكن انتبه قد تكون المعلومات غير دقيقة. هذا ما أريد أن أنبه عليه، لذلك انتبه. لدى الجيميناي قدرة خارقة في التقدم. وأخيرا أريد أن أشير أن التجديد والتطوير هو مستمر بشكل مستمر لا يتوقف، لأن الزيادة سريعة ومتسارعة. يجب أن نرى أن هناك زيادة في القدرات اللغوية المتقدمة في الذكاء الاصطناعي في جيميناي وغيرها. أيضا لديه إمكانية في مساعدة الآخرين، أطلب أي مساعدة فهو دائما يسألك هل هناك مساعدة أخرى. لذلك هو يحب الحوار كما ذكرنا سابقا، أنه يحب الحوار والسؤال والمناقشة. لذلك يوفر لك كثير من الاحتياجات التي تحتاجها في حياتك العملية. شكرا، معكم الدكتور يوسف منافيخي وقناة بزنس الأعمال. جزاكم الله عنا كل خير، وشكرا لمشاركتكم القناة.